بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. صباح الخير عليكم، صباح جديد مختلف على كل الناس اللي بيتابعونا داخل وخارج السودان. اهلا ومرحبا بكم صباح الثلاث المختلف والمميز، موضوعات مختلفه اكيد بتكون حاضره معانا كل صباح ثلاث. اهلا لكل، اهلا على كل الناس اللي بيتابعونا وبيشاهدونا على شاشه البلد، وصباح الاجواء الجميله والمميزه، صباح مليان بالتفاؤل والمحبه والايجابيه. اهلا بكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل اللي بيتابعونا على شاشة البلد. وفي صباح ثلاث حنتكلم عن موضوع مهم جدا. أول بنبارك لكل الهلالات، فوز الهلال بالأمس على المنام البحريني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في البطولة العربية، وده موضوعنا لليوم. حنتكلم عن موقف الهلال في البطولة العربية وحظوظه وإمكانية إنه الهلال ياخد كأس البطولة العربية، باعتبار إنه الهلال في أفضل مستوياته في الفترة دي، وهو متصدر للدوري الممتاز السوداني، وهو تاني مجموعته في البطولة الأفريقية. آمال كبيرة جدا معقودة على الهلال فيما يتعلق بالبطولة العربية، واللي افتتحها بالأمس بتتويج بثلاثة أهداف على المنام البحريني في مباراة الذهاب، مباراة كبيرة جدا استطاع أنه الهلال يحقق فيها انتصار كبير جدا ويزعج كل مشجعي الهلال في مختلف أنحاء السودان. هنشوف حظوظ الهلال في البطولة العربية دي، إمكانية إنه الهلال ياخد كأس البطولة ويتوج به بعد مستويات الكبيرة اللي قدمها الهلال في المباريات السابقة. والهلال بيمتلك أسماء كبيرة جدا من اللاعبين، خاصة المحترفين الأجانب اللي برضو كان لهم دور كبير جدا في تغيير شكل الهلال في الوقت الحالي. كل السيناريوهات والموضوعات حتكون مطروحة اليوم فيما يتعلق بملف الهلال، حظوظه، مواقفه، إمكانية تتويجه للفوز. والبطولة العربية بتتكون من 38 فريق عربي وأفريقي وآسيوي، يعني الهلال يمكن من أفضل الفرق في البطولة العربية، وده شاهدناه بالأمس من خلال أداء الهلال المميز والكبير اللي حققه من خلال تحقيق الفوز والانتصار على المنام البحريني في مباراة الذهاب. كل الناس اللي بيتابعونا وكل الناس اللي بيشاهدونا يعني يتصلوا يورونا آرائهم، ويعني فيما يتعلق بأنه هل الهلال في الفترة دي بالذات قادر على أنه يحقق أو يتوج بكأس البطولة العربية؟ هل في صعوبات وتحديات كبيرة ممكن تكون بتواجه الفريق في الفترة دي بالذات؟ كل السيناريوهات وكل الحاجات اللي ممكن تكون مطروحة على الطاولة. جمهور الهلال يمكن قريب جدا للفريق، قريب لكل السيناريوهات، قادر انه يتوقع نتائج المباريات اثنان ممكن يكون فيها شنو من خلال الاستعدادات الكبيرة لفريق الهلال. و يعني زي ما ذكرت انه الهلال حاليا الكل بيتكلم عن انه الهلال في افضل حالاته، وزي ما ذكرت انه الهلال متصدر للدوري الممتاز السوداني، تاني مجموعته في دوري ابطال افريقيا. كل الحاجات دي يمكن تكون قادرة على انها يعني تكون دافع قوي للهلال في البطولة العربية.